ينضم إلينا الآن أيضا من لندن السيد عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هارتفوردشاير. مبروك سيد عمر. الله يبارك فيك يا أستاذي. هل حدث ما توقعته بحذافيره أم أنك كنت تنتظر نصرا أكبر؟ يعني حدث ما كنا نتوقعه وأكثر. نعم. وما كنا نعمل من أجله، وفعلا تكللت يعني جهود كثير جدا من أعضاء الحزب ومتطوعيه ومشجعيه ومؤيديه بالنجاح. حصل إخفاقات لهذا لا شك فيه، ولكن الحمل الآن على حزب العمال وحكومة العمال حمل ثقيل. الإرث الذي تركه حزب المحافظين يعني تنوء عنه الجمال، لأنه هناك مشاكل في جميع ملفات السياسة البريطانية الداخلية والخارجية كذلك. فهذا سيتطلب أولا عملا دؤوب ومجهود أكبر وأضخم من الوزراء الجداد المعينين لحل مشاكل البريطانيين وكسب ثقة الناخب البريطاني مرة أخرى. لا ننسى أن السبب من الأسباب الرئيسية لهبوط أعداد المصوتين هذه المرة والمدلين بأصواتهم في الانتخابات عن انتخابات ماضية هو يأسهم من السياسة والسياسيين بما قامت به حكومة المحافظين من أكاذيب وألاعيب وحفلات في 10 داونينج ستريت أثناء حظر كوفيد. أنت تشير إلى بوريس جونسون. طبيعي طبيعي، وكذلك ما دام يعني الشخصية المفضلة بالنسبة لي ودائما أذكرها ليستروس، ويعني ما قدمت عليه من شبه تحطيم الاقتصاد البريطاني الذي ما زال الشعب البريطاني يعاني منه. هناك عدم ثقة في السياسيين عامة، ليس في المحافظين فقط. ما قام به المحافظين أو ما يعني الدور السلبي الذي اتخذته حكومة المحافظين وأشخاص معينة في 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 حكومة المحافظين من هدم الثقة بين الناخب البريطاني والسياسي البريطاني. السيد ستارما تعهد بأن يبني هذه الثقة مرة أخرى. هذا هو موطن السؤال التالي سيد عمر. أي نوع من الشخصيات السير كير ستارمر؟ هل هو شخصية تنفذ ما تعد به أم أنه رجل سياسة؟ يعني كلام الانتخابات مختلف عن كلام داونينج ستريت. طبيعي طبيعي. يعني هذا يعني نحن الآن ننتقل من فترة الانتخابات ومن فترة المعارضة إلى فترة حكم البلاد وتنفيذ يعني الوعود والعهود التي قدمها السيد ستارما. يعني هو شخصيته هو يعتبر بالنسبة لي أنا رجل براغماتيك ويستطيع وعنده من الشجاعة الأدبية ما يكفي أن يعترف إذا كان قراره خطأ أو لا. على سبيل المثال تراجعه عن بعض الوعود التي قام بها الذي قدمها في بداية حياته السياسية في بداية انتخابه لرئاسة الحزب. عمل يعني تقدم بعهود ووعود أنه سي 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 يعني سيعمل على تحقيقها، ولكن الحقيقة عند دراسة الموقف الاقتصادي والتغير الموقف الاقتصادي تغير موقفه. هذا يعني يدعو على الشجاعة كثيرا، يدعو على الاطمئنان، وأن هذا الرجل عنده الشجاعة ما يكفي بأن يعترف أنه أخطأ. كثيرا من المعلقين وكثيرا من يعني السياسيين يتهم السيد كير ستارما أنه ليس لديه ما يكفي من كاريزما. أعتقد أن بريطانيا الآن تحتاج رجل عمل جاد، ليست فقط كاريزما. الكاريزما لابد أن يصحبها يعني قدرة ومقدرة على تحقيق هذه. وكأنك سيد عمر تتفق مع الذين يتهمونه بنقص الجاذبية، نقص الكاريزما. لا لا أنا لا تمام لا 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 أنا بالعكس، هذا عكس تماما ما أقصده.
السيد كيرو سارما ليس عنده من الكاريزما، انا اعترف بها، بلاد لا تحتاج هذه الكاريزما. جربنا الكاريزما مع بوريس جونسون وغير بوريس جونسون، ويعني يعني اركعوا الاقتصاد البريطاني، يعني التقليص اللي حصل فيه والتقشف اللي حصل في بريطانيا في بداية حكم كاميرون، هذا برضو كان عنده كاريزما وعنده كان عنده حضور سياسي، ولكن يعني ما قام به في فترة حكمه مع الأحرار هو كان بداية هبوط يعني مستوى أو انخفاض مستوى المعيشة في بريطانيا، انخفاض مستوى المعاشات، الصحة، ملف الصحة، بدأ ظهور طوابير المرضى في بداية عهد كاميرون. فيعني السلسلة الطويلة تثبت أن الكاريزما وحدها لا تكفي. سيد عمر، يقولون في الكلام السياسي الدارج، كلام العامة يعني، إنه مقاعد المعارضة رحبة ووثيرة، الكلام فيها يكون مجاني، لكن مقاعد الحكم ضيقة وشائكة والكلام فيها محسوب بدقة. الآن كيف تتصور أن يحاسب الناخب البريطاني حكومته الجديدة التي صوت لها بهذا يعني الحماس البالغ؟ لأن المعارضة ستكون ضعيفة، المعارضة مقاعدها قليلة في البرلمان البريطاني. الآن أنتم في مواجهة الشعب البريطاني سيد عمر. احنا في مواجهة الحزب كذلك، من داخل الحزب الحكومة لابد ان يعني تعمل على حمل الحزب معها في اي خطوة تقدم عليه، لان هو ده منبع قوة الحزب. لا نريد ان نرى ما حدث في حزب المحافظين من تشرذم وخلافات داخلية ادت الى انهيار القيادة، قيادة الحزب. ما حدث مع السيد ستارما هو دليل وإثبات، يعني إثبات على ما أقول. يعني لم يتفرغ التفرغ أو أعطاه لم يعطيه أعضاؤه التأييد الكامل بدون شروط وبدون أي تدخل أو بدون إشغال باله بأمور حزبية ليست لها مصلحة أو ليست في مصلحة الاقتصاد البريطاني ومصلحة الشعب البريطاني. أعتقد أن هناك درس لابد أن يعيه، وأنا أعتقد أنه يعيه تماما السيد كير ستارمر. كذلك لابد أن إذا وعد لابد قبل أن يوعده يعلم علم التام أنه سيقوم بتنفيذه. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها السيد ستارمر إلى إعادة الثقة في السياسة البريطانية والسياسيين البريطانيين والوعود التي يقدمها السياسيين. غير ذلك فنحن الباب ينفتح مرة أخرى لليمين المتطرف في شكل ريفورم، والذي أنا بدأي بقول عليه هو ما اسموش ريفورم، هو اسمه دي فورم. هذه شرذمة من يعني حسالة السياسيين البريطانيين، عندهم كره للمسلمين، كره للبلاك، للسود، كره لليهود. يعني هناك خطر على السياسة صحيح البريطانية صحيح لو حدث ولم أو تنجح حكومة العمال سيد عمر، في تحسين صحيح ظروفها. هذه التي كررتها تعقيبا على حديثك البليغ، أستثني منها فقط حثالة. أنت القادر على وصف زملائك من السياسيين بهذه المفردات، أنا ليس لدي هذا الحق. أشكرك جزيل الشكر سعادة عمر العفو إسماعيل، حبيبي، نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هارتفوردشاير.